يسعد أوقاتكم. أنا اليوم في هذه المنطقة كنت بجهز في حلقة محتواها مختلف عن عنوان حلقة اليوم، لكن لفت نظري غياب أحد مكونات الطبيعة في هذه المنطقة وهو الغزال، غزال الجبل الفلسطيني. أنا بتذكر في فترة من الفترات كنت في المرحلة الإعدادية المتوسطة من بين أواسط الثمانينات لعند أواسط التسعينات، كنا نيجي وإحنا صغار على هذه المنطقة بالتحديد، وهي منطقة محاذية لمدينة طوباس، المدينة اللي أنا بعيش فيها. ومش بس هون طبعا، معظم مناطق الريف، إذا مش كل مناطق الريف وبعض المناطق المدن حتى وضواحي المدن، كان هذا الغزال متواجد فيها وبكثرة. يعني كان هون في قطعان من الغزلان متواجدة بشكل دائم، لدرجة إنه المزارعين كانوا يتخذوا إجراءات احتياطية لحماية مزروعاتهم ولحماية أشجارهم من الغزلان، هذا من كثرة الغزلان. الآن نهائيا اختفى الغزال من هاي المناطق، وكثير من الناس اللي بيشوفوا الفيديو وراح يحكوا إنه الغزال اختفى من كثير من مناطق فلسطين بشكل نهائي. خليكم معي لنتعرف على قصة غزال الجبل الفلسطيني في هذه الحلقة من نوافذ برية. غزال الجبل الفلسطيني من أكبر الحيوانات البرية المتبقية في الطبيعة الفلسطينية، ويصل وزنه إلى 30 كيلوغرام. تمتاز الذكور بقرون مستقيمة حادة يصل طولها إلى 30 سنتيمتر، وكبقية الغزلان فإن غزال الجبل الفلسطيني يمتاز بسرعته التي تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة. قد حمل اسم فلسطين لتركزه فيها وانتشاره في معظم مناطقها من شمالها إلى جنوبها، كما تواجد في مناطق محدودة في لبنان وسوريا. يحتل الغزال مكانة خاصة لدى الفلسطينيين، فهو يحمل اسم فلسطين في كل قطرة من دمه وعلى كل شعرة من جسمه، كما أنه يحفر اسم فلسطين في كل خطوة من خطواته الواثقة، ويجمع الفلسطينيون على حبه ويتغنون به في شعرهم وأهازيجهم الشعبية. في المقابل فإنهم يجمعون أن غزالهم وأحد رموزهم الوطنية آيلاً إلى الانقراض، وهو ما تؤيده المصادر الرسمية والجهات الدولية ذات الاختصاص. فبعد أن كان الغزال جزءاً أصيلاً من مكونات الطبيعة الفلسطينية بسهولها وجبالها، فقد انحسر تواجده في العقدين الأخيرين على الشريط الحدودي الفاصل بين الأردن وفلسطين، بالإضافة إلى مناطق محدودة في محيط مدينة القدس المحتلة وفي فلسطين المحتلة عام 48. قد انخفضت أعداد الغزال في فلسطين من 10,000 في تسعينيات القرن الماضي إلى 3,000 فقط عام 2008، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، وبإمكانكم الاطلاع عليه من خلال الرابط الموجود في وصف الحلقة. الآن وحسب الإحصاءات التي يتداولها الإعلام المحلي، فإن أعداده لا تتجاوز بضع مئات، وبالرغم من أن هذه الإحصاءات تفتقر إلى الدقة والمرجعية العلمية، فإن المشاهدات على الأرض تدعم وترجح هذه الأرقام. ويعزى هذا الانخفاض إلى تدمير موائل الغزال بشكل غير مسبوق،
بفعل إجراءات الاحتلال من بناء المستعمرات في موائله ومناطق عسكرية مغلقة تحول دون حركته وتنقله في أماكن تواجده، ناهيك عن جدار الفصل العنصري الذي قطع أوصال الأراضي الفلسطينية، مما حال دون تنقل الغزال من المناطق الساحلية غرب فلسطين إلى المناطق الجبلية في وسطها. من ناحية أخرى، فقد أعمل الصيادون رصاص بنادقهم في جسد الغزال خاصة في العقود الثلاث الأخيرة. يضاف إلى ذلك التمدد العمراني الذي غزا موائل الغزال وكثافة النشاطات البشرية في أماكن تواجده سابقاً. وبالرغم من محدودية الإمكانيات والصلاحيات لدى الفلسطينيين، فإن الجهات الرسمية الفلسطينية في الضفة الغربية تبذل جهوداً حثيثة للحد من صيده وتحريره من الأسر وإطلاقه إلى الطبيعة. إن أخطر جانب من اختفاء غزال الجبل الفلسطيني من الطبيعة الفلسطينية هو أن انقراضه يعني شطب اسم فلسطين من أحد مكوناتها ومكونات طبيعتها بعد أن تم شطبه من مكونات كثيرة. وهذا نداء لكل صاحب مسؤولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتدارك ما يمكن تداركه. لهون منوصل لنهاية هذه الحلقة من نوافذ برية اللي خصصناها للتعرف على غزال الجبل الفلسطيني. بتمنى انكم تتركوا في التعليقات آراءكم، ايش ممكن نعمل احنا كمواطنين، بالإضافة لدور المؤسسات الوطنية والمحلية في إنقاذ غزال الجبل الفلسطيني وإعادته للطبيعة الفلسطينية. ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا للمتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من نوافذ برية، مع تحياتي عماد دواس.